ليه ده بيحصل؟ هقول لك انا ليه ده بيحصل. ده بيحصل لان الطبيعي في اي مكان في العالم انك تقول النادي الفلاني فاز باللقب، الا في الدوري المصري. الدوري المصري بيكون العنوان النادي الاهلي خسر اللقب، هو ده العنوان، لان الدوري ده له حكايه اسمها حكايه الدوري الاهلي المصري. ايوه زي ما انت سامع، حكاية الدوري الأهلي المصري. القاعدة طول الوقت إن النادي الأهلي هو البطل، الاستثناء النادر إن النادي الأهلي ما يكونش البطل. المسابقة دي بدأت موسم 48-49 ولحد موسم 61-62، خلال الفترة دي اتلعب 12 موسم. النادي الأهلي فاز بكام؟ فاز ب 11 موسم، ونادي الزمالك توج ببطولة واحدة. يعني سنة 62 كان النادي الأهلي عنده 11 لقب. النادي الأهلي في الدوري ده حقق اللقب لتسع مرات متتالية، والثمان مرات متتالية، والسبع مرات متتالية، والخمس مرات متتالية. المنافس وهو نادي الزمالك أعلى مرة يحقق فيها اللقب كان موسمين ورا بعض، مفيش مرة حقق فيها اللقب ثلاث مرات ورا بعض. الدوري ده اتلعب منه في عدد النسخ من موسم 49، النادي الأهلي حقق 42 لقب، الزمالك 13 لقب، الإسماعيلي 3 ألقاب، الترسانة والمقاولين والمحلة والأولمبي كل واحد لقب، يبقى عندك 42 لقب للنادي الأهلي و20 لقب لكل الأندية. نادي الزمالك محتاج، نادي الزمالك اللي ما خدش اللقب أكتر من سنتين متتاليتين، محتاج 29 موسم متتالي حقق فيهم اللقب عشان يوصل لعدد ألقاب النادي الأهلي. هي دي الحكاية. عشان كده كل الأنظار راحت للنادي الأهلي اللي خسر اللقب أكتر من فكرة أي حد كسب اللقب. كابتن محمود الخطيب نزوله كان رسالة. كابتن محمود الخطيب بلغة الأرقام أيضا، الفيديو اللي اتصور ليه مع اللاعبين وصلت مشاهداته لما يقرب من 9 مليون مشاهدة، أكتر من أي فيديو على أي منصة أذيع لحامل اللقب. أنت عارف يعني إيه في لغة الإعلام والصحافة والميديا إن يكون التركيز على لقطة تخص خاسر اللقب أعلى من كل لقطات التتويج باللقب؟ أيوة، أنت في حضرة النادي الأهلي وفي حضرة الأسطورة كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب إدى درس، درس لناس كتير قوي محتاجة تقف عنده. يعني إيه قائد؟ أي حد قرأ تاريخ عارف إن القائد دوره بيكون أبرز لحظة الخسارة أكتر من لحظة الهزيمة، أكتر من لحظة الإنصار. لحظة الإنصار سهل جدا تلاقي كل الناس موجودة، إنما لحظة الخسارة القائد بيكون موجود بيشد على أزر اللاعبين وبيقول لهم إن إحنا هنكمل، الجمهور مستني منكم أكتر. كان في مفارقة بالنسبة لي وقفت عندها، اللحظة اللي كابتن محمود الخطيب بيكلم فيها اللاعبين عن الجمهور وعن دورهم وعن مستنيين منهم ايه، كان في خلفية المشهد وكأنه مخرج سينمائي بارع بيقول الجمهور على الحلوة والمرة معاه، جمهوره ده حماه، قبل ما يقول عمري ما احب غير الأهلي. كابتن محمود الخطيب سمع الكلام وهو بيتردد في المدرج وقال لهم سامعين الجمهور بيقول لكم ايه، وكانها مترتبه، مع ان هي ما كانتش مترتبه، انما دي منظومه النادي الاهلي اللي كل واحد فيها بيكمل التاني. نفتكر في 2019 بعد الهزيمه من سان داونز احنا قلنا ان اللحظه دي هتغير مسار الكره الافريقيه وتعيد النادي الاهلي اشرس، وقالها عصام الشوالي ان الجميع في افريقيا الى يوم يبعثون دفع ثمن اللحظه دي. وانا بقول لكم ان خساره النادي الاهلي للدوري السنه دي الجميع رياضيا سوف يدفع ثمنها بان النادي الاهلي لن يترك حتى الفتات من البطولات للمنافسين. الاهلي عظيم وهو في حكايه ستستمر اسمها حكايه الاهلي في الدوري المصري.